طريقة عمل التشيز برجر في البيت. هلو ايفريبادي، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. انا بارتندر بشار محفوظ، رجعت لكم بفيديو جديد. اصدقائي، قبل ما نبدا فكره الفيديو اليوم، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. اما بالنسبه لفكره الفيديو اليوم فهي فكره جديده على القناه، وهي طريقه عمل التشيز برجر في البيت. زي ما بتشتري من المطاعم الفخمة، راح أورجيك الطريقة الصحيحة للدريسنج تبعه، طريقة عمله وطريقة تشكيل حبة البرجر خطوة بخطوة. فأصدقائي تابعوا الفيديو للآخر وشوفوا طريقة عمل التشيز برجر. بداية راح نبدأ بطريقة عمل صوص البرجر. طبعا في كثير صوصات للبرجر، منها الباربيكيو، منها الـ 1000 آيلاند. فاليوم راح أورجيكم اللي هو الـ 1000 آيلاند، أو الكوكتيل صوص بما معناه، ومعاه شوية تعديلات لهذا الصوص. صوص كثير فخم، واذا بتجربوه راح تحكوا فعلا انه فخم وطعمه كثير زاكي. نحتاج، ممكن تستغربوا شوي، مايونيز، كاتشب، باربيكيو، ماسترد، والبصل، باربيكيو باودر كمان، ملح، فلفل اسود، بهارات الشطة، ومخلل، ومية المخلل، وتومة، سن تومة واحد. اول شغلة راح نعملها، راح ندق نص سن تومة. هاي القطعة من التومة بتكفي لنعمل صوص البرجر. أصدقائي رح ندق سن التومة بالشكل هذا، هي عبارة عن طريقة هرس للتومة، لأنه إحنا بدنا إياها مهروسة كتير ما تطلع معنا بالصوص. وهسا أصدقائي بعد ما هرسنا نص سن ثومة، نضيف معلقتين من البصل، معلقتين صغار البصل المفروم ناعم. تمام بس بعد ما ضفنا البصل والتومة، بدنا نفرم قطعتين من المخلل تفريم ناعم. هيك أصدقائي بنكون فرمنا المخلل بالشكل هذا ناعم، ونضيفه كله. طبعا أصدقائي هلا بعد ما ضفنا البصل والتومة والمخلل، بنضيف المايونيز. احنا بدنا 3 معالق من المايونيز، نفس الشيء من الكاتشب، باربيكيو صوص، معلقة واحدة بس من الماسترد. أصدقائي زي ما حكينا، 3 معالق من المايونيز، معلقتين من الكاتشب، معلقتين من الباربيكيو، ومعلقة من الماستر. هلا بنضيف معلقة ملح، معلقة صغيرة من الملح، أو نص معلقة سوري، فلفل أسود كمان نص معلقة، بنضيف إذا طبعا الشطة حسب الرغبة، إذا بدك تكون حارة أكثر ممكن تزود عن نص معلقة، وإذا ما بدك إياها حارة ممكن ما تضيفها. معلقة من الباربيكيو صوص، معلقة صغيرة. هيك أصدقائي نبدأ نحرك بالصوص. هسا أصدقائي بعد ما حركنا كل المكونات مع بعض، بنضيف تقريبا معلقتين كبار من مية المخلل. هيك حبايبي بكون الصوص تبع البرجر جاهز زي ما انتم شايفين. هسا بدنا نروح لتتبيلة اللحم.
طبعا اللحمه بنروح على اللحام نحكي له بدي لحمه للبرجر، وهو بفرم لك اياها ناعم كثير عشان تقدر تشكلها براحتك. وعلى ما اعتقد اغلب اللحامين في عندهم مكبس للبرجر ممكن تكبسه عندهم. هلا انا عندي قطعتين من اللحمه، كل قطعه منهم 150 جرام، فاحنا راح نعمل تنتين من البرجر مش واحد اليوم. فانا بدي اورجيكم اذا بحاله ما توفر عندي كتر او مكبس للبرجر ايش ممكن انا اسوي. انا جبت علبه، هاي علبه بلاستيك عادي، علبه زبده كانت، قصيتها من اليمين قصيتها من الشمال اخذتها من النص بالشكل هذا، اوكي صارت شبه الكتر. حطيت عليها الزيق من هون عشان احاول اثقلها اكثر، انا هي اصلا ضيف، ممكن تكون اللي عندك علبه اثقل شوي ما في مشكله، لكن هيها بحجم البرجر. فاول شغله بدنا نتبل اللحم. ممكن تتبيله اللحمه شيء كثير بسيط، هو عباره بس عن ملح وفلفل اسود، ما بتحط شيء ثاني، بتحط لك هيك ربع معلقه هيك عليها من الملح والفلفل الاسود كمان نفس الكميه ربع المعلقه، تصير تعجنهم ببعض. هيك نتاكد انه كل اللحمه اخذت ملح والفلفل، نشكلها بالشكل الدائري. هسا اصدقائي بعد ما تبلنا اللحمه بالملح والفلفل بنجيب نايلون بالشكل هذا، نحطه عنا على البورد على قدر مساحه الكتر. بنجيب حبه البرجر لما ندورها بالشكل هذا بنحطها جوا الكتر، بنصير نكبسها ونوزعها جميع الاتجاهات للكتر، نضغطها قد ما نقدر. طبعا حبايبي بتكون هيك قطعة البرجر بالحجم هذا وبالشكل هذا مكبوسة وجاهزة للشغل. هيك اصدقائي بتكون حبة البرجر جاهزة تنحط تنشف. وهسه اصدقائي اجى وقت الشوي، حطينا هون شوي زيت، زيت زيتون زي ما انتم شايفين، ونوزعه على القلاية بشكل متوازي. طبعا لازم تكون قلاية تيفال او القلايات الجرانيت عشان ما تلزق اللحمة فيها. هسه حبايب بعد ما تحمل القلاية، طبعا تكون درجة الحرارة اللي تحت القلاية هي نص الشعلة، مش عالي كثير ولا واطي. هسه حبايبي بنضيف البرجر بالشكل هذا، طبعا ما بنحركه بنتركه، طبعا ما بنحركه بنتركه لحاله يستوي. هسه اصدقائي بنقلب البرجر. تكون اخذت الوجه اللي بدنا اياه. هيك بتكون اخذت الوجه اللي احنا بدنا اياه. بدنا كمان شوي وبعد هيك بندخلها الفرن، لانه هي رح تستوي بالفرن مش على القلاية، هون بس عشان تاخذ وجه بس. هسه حبايبي بتكون اخذت الوجه البرجر من الجهتين زي ما انتم شايفين، حتى هنا زادت معنا شوي، هي المفروض اقل من هيك، زي هيك تطلع الشكل. بعد هيك هسه بنحطها بالفرن مده 3 دقائق عشان تستوي من جوا. هسه حبايبي في حركه لازم تعملها دائما لما تسوي البرجر، وهي اهم شيء وهي اللي بتفرق معك بالطعم كمان، اللي هي انك تحمص الخبزه. كيف تحمص الخبزه؟ ممكن تحط زيت على القلاي او ممكن تحط زبده على الخبزه وتحطها بالشكل هذا.
تركها دقيقة بتكون اتحمصت. هيك حبايبي لما تاخذ وجه التحميص هذا تفرق معك بالطعم صدقني. وهسه الجهة الثانية من الخبزة نفس الشيء بنحمصها. هيك حبايبي بكون القسم الثاني اتحمص بالشكل هذا، وهيك بتكون جاهزة خبزة البرجر. وهيك حبايبي بكون البرجر شبه استوى، بس بنضيف عليه الجبنة. هسه بنضيف الجبنة بنرجع الفرن لمدة نص دقيقة، وبعدين بكون جاهز لنحطه جوا خبز البرجر. وهسه اصدقائي بعد ما ضفنا الجبنة بنرجع البرجر على الفرن لمدة نص دقيقة عشان تسيح الجبنة هذه. وهيك اصدقائي بكون احنا عملنا كل خطوات البرجر، كنتوا معي خطوة بخطوة اللي هي كيف عملنا الصوص وكيف شوينا البرجر على الغاز في البيت، وبعدين حطيناه بالفرن عشان ياخذ درجة استواء اعلى، وبعدين حطينا الجبنة عليه بالشكل هذا، وكيف حمصنا الخبزة عشان تكون جاهزة للبرجر. طبعا تحميص الخبزة زي ما حكيت لكم انه بيعمل معك فرق كثير واو بالطعم وبالشكل. وهسه اصدقائي بنضيف الصوص على الخبزة بالشكل هذا، ندهنها من الصوص. طبعا في ناس بتحب تحط اللحمة وتحط فوقيها الخس والبندورة والبصل والمخلل، وفي ناس تحب تعمل العكس انها تحط كل اشي تحت واللحمة اخر اشي مع التشيز، فهي ما بتفرق. فالافضل انك انت اول شيء نحط بالبداية مثلا البندورة بالشكل هذا، المخلل هيك، بعدين نحط اللحمة بالشكل هذا. هسه نقدر طبعا الخس فيه له طرق كثيره، ممكن انك تحط ورق الخس زي ما هو بشكل كبير، ممكن تفرمه ناعم وتحطه عليه. انا المره هاي حاب ان اعمله بالشكل هذا. طبعا تقدر تضيف كمان صوص هون على الظهر عشان تاخذ طعم كامل. زي ما انتم شايفين كيف المخلل والبصل طالع بالشكل هذا. هون تقدر تحط لك هيك رشة بصل خفيف، تكبس حط البرجر بالشكل هذا. هيك اصدقائي بتكون حط البرجر جاهز. وهسه اصدقائي بكون البرجر جاهز بالشكل هذا، البرجر الفخم اللي انت بتقدر تعمله في البيت اطيب من احسن مطعم. انت هون كل سهولة بتقدر تعمل البرجر في البيت. طبعا هون راح اقص لكم اياه بالشكل هذا. هيك حبايبي 100% البرجر جاهز. اذا عجبك الفيديو وعرفت كيف تعمل البرجر في البيت اصدقائي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات، لانه انا بدعمكم بستمر. وصلوا الفيديو لاكثر عدد ناس تشوف الفيديو وتتعلم وتشوف طريقة عمل البرجر في البيت. اصدقائي بحبكم كثير، شكرا كثير لكم وشكرا لمتابعتكم، ولا تنسوني بتشير الفيديو على صفحاتكم على جميع صفحات التواصل الاجتماعي عشان انا بدعمكم بستمر. وثانكيو.